وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت دار الأوبرا حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية. يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من المدائح، منها ميلاد طه، مولد أحمد، يا رسول الله أجرنا. للمزيد تنضم إلينا من مسرح الجمهورية مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، تضعين في صورة الاحتفالية لديك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تحياتي لك إلهام ولمشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بألف خير بمناسبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة هذه الذكرى تقوم دار الأوبرا المصرية ضمن برنامج وزارة الثقافة بالاحتفال وتقديم احتفاليتين على مدار يومين بمناسبة المولد النبوي الشريف. على مدار يومين نحن نتواجد تحديدا في مسرح الجمهورية، وهو أحد أهم المسارح في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، وهو يتضمن حفل بدأ في 8 من مساء هذا اليوم ومستمر لمدة ساعتين، ويتضمن مجموعة من المدائح في حب النبي، ويعني إقبال كبير من الجمهور على هذا المسرح. والمسرح تحديدا يمتلئ عن بكرة أبيه بمصاحبة المايسترو علاء عبد السلام وفرقة الإنشاد الدينية التي تقدم مجموعة وباقة مختارة من المدائح في حب النبي، وتتضمن على سبيل المثال ميلاد طه لمحمد هاشم وليالي رسول الله لمحمد عبد الله، وأيضا لأجل النبي لمحمد الكحلاوي، وغيرها من الباقات والمدائح والابتهالات للجمهور الذي يستمتع ويردد هذه الأغاني مع الفرقة، فرقة الإنشاد الدينية. الحفل الثاني وهو المقام يوم غد في محافظة البحيرة، وتحديدا على مسرح دار أوبرا دمنهور لنفس الفرقة، وهي فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، ولكن بباقة أخرى من المدائح والابتهالات التي تقدم في حب النبي وفي أخلاق النبي وفي الرسالة والهداية التي نشرت في الأمة الإسلامية بأكملها، منها روائع وروائح الجنة، وأيضا مسك الختام لعمار الشريعي، أنا بمدح النبي لإيهاب توفيق، وغيرها من المدائح التي تتضمن رسائل وابتهاجات للجمهور من دار الأوبرا المصرية، من مسرح الجمهورية، وغيرها من المسارح. كما تعود جمهور دار الأوبرا المصرية على التواجد دائما في مثل هذه المناسبات الدينية وأيضا القومية، ونحن أيضا بصدد احتفالات نصر أكتوبر، وكان هناك برنامج كبير لوزارة الثقافة وتحديدا دار الأوبرا المصرية، القوى الناعمة ومنارة الثقافة. من هنا من مسرح الجمهورية هذا هو أبرز ما لدينا. نعم. إلهام، والكلمة تعود إليك. إذن هي ليالي جميلة في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام يقيمها مسرح الجمهورية ودار الأوبرا المصرية. شكرا جزيلا لك سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري.